بغيت مرة اتكلم معاك عن افضل مجالات الربح من الانترنت. طبعا في طرق كتيرة جدا بتمكنك انك تقدر تربح من خلال حاجة معينة او من خلال طريقة معينة، ولكن في فيديو هتكلم معاك عن الطرق الاساسية والمستقبلية اللي تقدر تبني عليها شغلك واعتمادك في الربح من النت. طبعا كتبت مقالة عن الموضوع في موقع سيو تمام، طبعا ربط الموقع ده يكون تحت في فيديو بتكلم عن الربح في الانترنت ومحركات البحث والسيو. طبعا اتكلمت في المقالة ديت عن اهم الطرق اللي تقدر تربح منها من خلال الانترنت. طبعا في البداية هنا اول مجال تقدر تشتغل فيه وهو مجال الفوركس. طبعا مجال الفوركس او سوق البورصة والتداول دوت مجال كبير جدا ومحتاج عشان تشتغل فيه محتاج يكون عندك تدريب كويس جدا وشفت مواضيع كتير وجربت كتير، لان المجال دوت الغلطة فيه اقل غلطة فيه هتسوي كتير جدا، هتفرق معاك كتير جدا في شغلك. فقبل ما تشتغل في المجال دوت، المجال دوت تقدر تحقق من خلاله ارباح كويسة جدا، ولكن لازم تفهمه الاول وتتعلمه عشان تبدأ تشتغل فيه. طبعا اي مجالات هقدمها لك في الفيديو دوت لازم تبحث عنها اكتر قبل ما تدخل في المجالات ديت عشان مش تيأس او انك ما تعرفش انك تشتغل فيها. طبعا اول حاجة زي ما قلنا هو مجال الفوركس او سوق العملات او التداول، في ناس كتيرة جدا شغالة فيه وبتحقق مبالغ كويسة جدا من المجال دوت. تاني حاجة هو مجال السي بي اي او التسويق، في عندنا ناس كتيرة جدا وامثلة لناس كتيرة جدا شغالة في المجال دوت وبتحقق ارباح كويسة جدا جدا من خلال السي بي اي او التسويق لعروض السي بي اي، واشهرهم برنس السي بي اي سيمو لايف طبعا غني عن التعريف. المجال دوت بيكمن في انك تروج لمنتجات معينة مقابل انك تحصل على نسبة معينة من المنتجات ديت. وبرضو اتكلمت عن الافلييت برضو والربط بتاعي يكون تحت في الفيديو. طبعا مجال السي بي اي مجال واسع جدا و لازم الأول تتعلمه وتعرف الدنيا ماشية فيه ازاي عشان تبدأ انك تشتغل فيه وتحقق فيه أرقام كويسة. تالت حاجة واللي جميعنا شغال فيها لأنها متوفرة للكل وسهلة للكل وأي حد يقدر يشتغل فيه هو مجال اليوتيوب. في قنوات كتيرة جدا بتشوفها أو زي ما أنت شايف كده القناة ديت بتقدم محتوى، من خلال المحتوى دوت بظهر اعلانات وتقدر تربح من المحتوى دوت من خلال الاعلانات اللي بتعرض على المحتوى بتاعك اللي انت بتصنعه. ولكن في الفترة الأخيرة يوتيوب بدأت تشدد الموضوع بحيث ان في ناس كتيرة زمان بدأت كانت تاخد تسرق فيديوهات تعيد استثمارها وتكسب منها، دلوقتي لا، دلوقتي لازم انت تصنع المحتوى بتاعك بنفسك ولازم انك توصل 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة في آخر 28 يوم او 30 يوم عشان تبدأ انك تدخل في الربح من اليوتيوب وانك تقبل كشريك عند جوجل من خلال انك بتعمل تكريت حساب على جوجل ادسنس، وبرضو الرابط دي كلها تكون تحت في الفيديو. طبعا عملية انشاء قناة على اليوتيوب سهلة جدا، ابحث بس عن انشاء قناة على اليوتيوب وتبدأ انك تنزل مواضيع في الحاجة اللي انت بتحبها، يعني مثلا او الحاجة اللي انت بتفهم فيها. طبعا في البداية مش هتحقق ارباح لانك لازم هتصنع محتوى الاول وتنتظر لما المحتوى بتاعك ده ينتشر ويبدأ يكون ليك عندك مشتركين وجمهور في القناة بتاعتك. رابع حاجة هو مجال التطبيقات او البرمجة بشكل عام. طبعا المجال دوت واسع جدا وفي عمالقة وناس كتيرة جدا شغالة فيه بتحقق منه ارباح كويسة، ولكن عشان تبدأ في المجال دوت هتحتاج انك تتعلم الاول. وطبعا مش هيقتصر على كده لان الموضوع ده هيفيدك قدام جدا في مسيرة شغلك، يعني ممكن تشتغل في المجال دوت في شركات، ممكن تشتغل في بره مجال الاي تي ده بشكل عام بره في اوروبا والدول اللي بره هو اكتر المجالات اللي بتحقق فلوس هناك. فانت المجال دوت واسع جدا ممكن تبدأ فيه سواء بقى هتشتغل في التطبيقات او هتشتغل في الويب. فقبل ما تشتغل في البطاقة تحتاج انك تتعلم برمجة ومن خلال انك تصنع تطبيقات وتبدأ ترفعها على جوجل بلاي وتعرض عليها اعلانات. خامس مجال وهو المجال الاخير وهو مجال التدوين. طبعا زي الموقع ده كده بتكريت موقع على النت وتبدأ انك تكتب فيه محتوى زي اللي انت شايفه ده كده اللي مكتوب ده كده، تبدأ تعرض عليه اعلانات وزي الاعلانات دي بالظبط زي ما انت شايف كده من جوجل ادسنس وتبدأ تكسب من الموقع بتاعك دوت.
فعشان كده لازم انك مثلا لو هتشتغل في اي حاجة من الحاجات دوت لازم يكون عندك صبر، لازم انك تشتغل فترة معينة من غير ما تنتظر اي مقابل. طبعا عملية انشاء موقع سهلة جدا، في شروحات كتابة بتعرفك ازاي تعمل موقع بالمجاني او موقع على الووردبريس. تبحث بس عن رأس السؤال دوت هتلاقي عنه شروحات كتيرة جدا سواء في جوجل او في يوتيوب، ابحث بس وانت هتعرف كل حاجة. يعني مثلا مجال التدوين لو خدت الكلمة دي كده وكوبي بيست بحثت عنها هتعرف عنها كل حاجة. فعملية انشاء موقع سهلة جدا، وعملية انك تتعلم البرمجة برضو الموضوع مش صعب خالص، وتقدر تشتغل في مجال اليوتيوب او السي بي اي او مجال الفوركس. ولكن اي مجال هتشتغل فيهم من المجالات ديت لازم هتكون كويس جدا قبل ما تخش فيه، وهتحتاج انك تصبر في الاول عشان تلاقي نتيجة. بس هو ده اللي حبيت اتكلم عنه في الفيديو النهارده. طبعا دي كانت اهم المجالات والاساسيه اللي ناس كتيره شغاله فيها على النت. في الاخير بتشترك في القناه عن طريق الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، بالاضافه انك تعمل لايك للفيديوهات وتتابعني على الميديا الموجوده في الوصف. والسلام عليكم.